اوكي يا حبايبي، خلينا نورجيكم الاعدادات الخرافية واللي انا بستعملها شخصيا للاعدادات طبعا خاصة بجيم لوب لهالمحاكي للعبة ببجي موبايل. طبعا يا شباب نروح على الاعدادات ونبلش باول اشي. طبعا انا حاطط اعدادات لهاي، خليها زي ما هي. اول اشي هدول اول خيارات العناصر التحكم الاساسية. هاي انا يعني حاططها شخصية، فانت اذا بتحب تنقلها فانت اللي بترتاح فيه باللعب، يعني انت الاشي احسن لك احسن لك. فمثلا انا تبديل النطاق السريع حطيتها تفعيل، تعديل الطول البؤري خليتها انقر باستمرار، او نظرة خاطفة تفعيل، وضع الانحناء اضغط باستمرار. الانقر جدا يعني سيئة، جدا جدا سيئة لما تكون فايت مع ناس هيك بيطول حتى يقعد، فصعب صعب الموضوع جدا، فخليها اضغط باستمرار. والنظر المنظور مفتوح انا بعملها تعطيل، انت بتحبها تكون مفتوح، لما يفتح هي تضغط على السكوب رايت كليك او تضغط زر الماوس اليمين يفتح معك سكوب، فانت بتقدر تفعلها، فهذا اشي بيرجع لك. تمام، بنروح على عناصر التحكم المتقدمة. طبعا هاي العلامة التجارية، العلامة العالمية سوري، بنعملها تفعيل انه تختفي. هاي ما اعتقد ما بتشتغل على المحاكي، تشتغل بس على الجوالات او اجهزة التليفونات. طبعا المؤثرات الصوتية هاي شغلات يعني كلها انت شخصية اذا بتحب تسويها. بس عندنا هلا هون اهم اشي موجود، اللي هون عندنا عرض كاميرا منظور الشخص الثالث. طبعا تخليها 90، انا حطيتها 90 وحط حساسية الركض 100، وهي 90 زي ما هي، مش لاعب فيها. طبعا يا شباب هاي الحساسية راح تزبط معك الا الحساسية الموجودة عندي على القناة، انه انا مجربها 100% وصارت يعني بعد التحديثات الاخيرة ما كانت ضابطة 90 فريم زي انه يكون منظور الايباد او منظور السينما زي ما بحكوا، مش كانش ضابط من قبل. لما تحط على 90 تحط على الحسي ما كانش ضابط، لكن بعد التحديثات الجديدة صارت اسطورية اسطورية اسطورية، وحركة اللاعب جدا سلسة. فانت بتحط 90، وراح اخليكم يا شباب فوق بالكارتس او البطاقات راح يظهر لك فوق الحسية الخاصة بالحسية تبعت منظور الشخص الثالث، راح اخليكم اياها فوق بالكارتس. طبعا يا شباب ننزل لتحت، اكيد مساعدة الاستهداف اكيد نحتاجها جدا، لازم نخليها تفعيل، لازم تتأكد 100% انها تفعيل. اذا تعطيل راح يعني ما تعطيك الدمج الصح، تصير يساعدك بالدمج احسن او الاستهداف اسرع. هاي مسرع الشفاء. طبعا الاعدادات الجيروسكوب، هاي الباقي كلها الضمادات مهجوم من قبل الجدار، خليها زي ما هي، تعطيها تفعيل تفعيل تفعيل. تمام، بنروح يا شباب على اعدادات التصويب، اكيد تتأكد 100% انها هي تفعيل. وانا حاطط تصويب اضغط باستمرار، وميزة تدوير الكاميرا للتصويب تفعيل، اعادة عرض الموت. طبعا هاي اللحظات البارزة حلوة لما تكون في عندك لقطات حلوة انت تتفرج عليها بتستمتع وبتستفيد منها كمان، في شغلات حلوة بتسوي. اوكي يا شباب هيك احنا هون بنكون خلصنا الاعدادات الاساسية، الباقي الخصوصية الاجتماعية هاي انت بتسويها خاصة فيك. تمام، نروح على الرسوميات يا شباب. طبعا اول اشي بتحط القتال حطها سلسة، بعدها بتحط 90 فريم، لانه المشكلة انه اذا حطيتها متوسطة او منخفضة راح يعطيك بس 60 فريم. تمام، طبعا بدك تحطها ملون، انا بنصح انك تحطها ملون كلاسيكي ما تطلع كويسة، الوان احسن ملون تكون. تمام، بعدها بنحط على ساحة الانتظار برضو بنحطها نفس الخيار، سلسة و90 فريم وملون. انا ما بصيرش انه تكون مغير هون شكل وهناك شكل، ما راح يزبط معك فبصير عندك مشاكل، الله اعلم. تمام يا شباب هون بالنسبة هدول الاعدادات الثانية كلياتها ما في اي اشي نقدر نسويه هون. تمام يا شباب، هلا بالنسبة للحسية زي ما قلت لكم راح تلاقوا رابط الفيديو تبع افضل حسية ل 2021 موجودة تحت بالدسكريبشن، وبرضو كمان راح تلاقوها بالكارتس. فهاي كانت يا شباب الاعدادات الخاصة فيه، فاتمنى يا شباب تدعمني، وان شاء الله يا شباب نشوفكم فيديوهات قادمة بس. وكان معكم زياد من قناة جيمينج رايدر زون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم على خير.